الخطر الداهم ليس على المال فقط، الخطر الداهم على الديانة وعلى الدين وعلى المال وعلى كل شيء. ولذلك على آل فبرايم أن ينتبهوا إلى أنفسهم، لا يتركوا أنفسهم حتى تضيع منهم، ويضيع منهم الخيط والبوصلة تضيع منهم. لابد أن يجمعوا أمرهم، لابد أن يتلاقوا مرة أخرى. ما يقولوا الناس إحنا أنتم تبوا الحرب، إحنا لا نريد الحرب، لكن الحرب لو فرضت علينا يجب أن نقف فيها بقوة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الناس يقاتلون لتحرير بلادهم، بلادكم إذا كانت بتحتل، واللي بيحكمها عملاء لليهود وللصهاينة، يجب عليكم أن تقاتلوا أنتم وأحفادكم وأبناؤكم إلى أن تتحرر بلادكم. لا يقول أحد يعني هذا التسويق الذي نراه ونسمعه الآن، الناس كلهم لا يريدون الحرب وكذا ونريد السلام. من يريد الحرب؟ الحرب تفرض علينا فرضا، الحرب تفرض علينا من أعداء الله، من عملاء أعداء الله، من المجرمين، من الإماراتيين، من الفرنسيين، هم الذين يسلطون أعداءهم علينا ويفرضون الحرب لاحتلال بلادنا وقطع كل ما هو من قيم الإسلام والدين، كله يأتون عليه. هذا لا نرضى به ولا نقيم ولا يمكن أن نسكت عنه. وإذا استمرت الحرب حتى مئات السنين نخوضها، إما أن ننتصر وإما أن نموت. الحق لابد أن تكون له قائمة ويكون له أهله يدافعون عنه، لكن ليس هذا معناه أننا نريد الحرب أبدا. والله لا نريد الحرب ولا نتمنى إلا السلام والمحبة لجميع الناس، لكن إذا فرضت الحرب لابد على الناس أن يعني يخوضوها بقوة، ولا يترددون ولا يبالون ولا يسمعون لترهات هؤلاء الناس الذين يتاجرون بالكلام وليست لهم قيم وليست لهم أخلاق.